سيد نبيل فهمي وزير الخارجية سابقا، أهلا وسهلا بحضرتك. سعداء فعلا جدا بوجودك معنا. مساء الخير، أنا بشكرك على هذه الدعوة كريم. شكرا جزيلا. أنا الحقيقة بس عايزة أبتدي هذا الحديث بعالم التعجب. يعني حضرتك على مدار تاريخك المهني كنت مرتبط جدا بالدبلوماسية المصرية، مع أنك كنت في الجامعة تخصص فيزياء ورياضيات، وحتى بعد الجامعة كنت رافض أنك أنت تعمل في المجال الدبلوماسي. كيف جاء هذا؟ تربيتي في مناطق مختلفة جعلتني دايما بدور على الجديد، بدور على المختلف. أنا اتولدت في منزل دبلوماسي، وأبا عن جد في العمل العام، فالنقاش عن العلاقات الدولية كان فطار غدا وعشاء، أو على الأقل بسمع هذا الكلام. حضرتك قلت حتى فيها تعبير جميل، قلت انه كان زادنا اليومي في البيت مصبوع هو مصبوع الدبلوماسيه، ومن ثم كنت انا بدور على الجديد. بامانه درست طبيعة ورياضه لان كنت حيران، مش لان كنت عندي يعني عايز ادرس طبيعة ورياضه، كنت كويس فيها بصراحه. انما اللي درسوه قالوا لي انت مش هتكمل في طبيعة ورياضه لان عندك فضول متنوع. لم ادخل الخارجيه الا بناء على تحدي من زميل ان مش هنجح في الامتحان، واذا انا داخل تحدي مش بعزيمه جد، انما تحدي والدي مش عايزني اخش كمان. ف يعني لازم هنذكر هنا ان الوالد يعني وزير الخارجيه سابقا ايضا، مظبوط، السيد اسماعيل فهمي، مظبوط. هو كان بالنسبه له مش لانه معترض، لانه كان دايما يؤكد لي ولاخي ولاختي كل واحد يعيش حياته. محدش يحاول يعيد يعني يختار مشواره في الحياه، يختار مشواره ويتعلم وياخد من تجربته وما يتاثرش بغيره، يتعلم من غيره، انما ما يحاولش يكرر تجربه غيره. ومع النجاح السياسي لو يعني التفكير الابوي سليم يراعي دايما انه ما يخليش النجاح السياسي يطغى على قرار الاولاد، فكان دايما يقول لنا كده اعمل اللي انت عايزه. وانا بصراحه كان ميلي ان اخش قطاع خاص، كان وقتها شغل يعني تشتغل مهن حره، مهن حره، اقتصاد، تجاره، ده كان توجهي. وده طب ايه التحدي بقى مع وزاره الخارجيه؟ ان مش حاجه في الامتحان. يعني صديقك قال لك مش هتنجح؟ قال لي مش هتنجح في الامتحان. ودارس طبيعه ورياضه، فقعدت 6 أشهر قافل على نفسي ادرس قانون واقتصاد وعلاقات دولية عشان أنجح في الامتحان. ولما نجحت في الامتحان والدي كان لا يزال مقتنع أني مش هخش الخارجية. خارجية. وجالي يوم توقيعي في الخارجية وظيفة من بنك دولي في القاهرة، عرض عليا 21 مرة مرتب الخارجية مش واسطة، يعني ضعف مرتب الخارجية 21 ضعف ومش واسطة، هو يعني مجرد انه جاي. يعني ده وقت الانفتاح الاقتصادي في مصر. انا اتخرجت في 74 والكلام ده في 76، فكان بقى السوق لسه بيفتح، فالبنوك جايه ومحدش عارف السوق يعني تكلفته كام. فهم لقوا واحد بيتكلم لغات متخرج جامعه امريكيه وفاهم في الارقام، نعرض عليه فعرضوا عليه، فكان هناك قناعه تامه انه اوكي ثبتت نفسك ونجحت في الامتحان، انما ما انتش جد في دخول الخارجيه فروح بقى سكتك. وقتها ما قدرتش، لقيت انه طيب ما اخش